بسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. تحل علينا بركه ومتم ايمان وظاهر الدهور كلها امين. اتفضلوا استريحوا. ناخد كلمه صغيره دلوقتي وبعدها الكواير او التو كوايرز. انجيل العشيه النهارده بيبتدي قبل الفصح بستة ايام. اتى يسوع الى بيت عنيا. قبل الفصح بستة ايام اتى يسوع الى بيت عنيا. لعازر واخواته ساكنين فين؟ ساكنين في بيت عنيا. طب ازاي هو عند العشاء جه بيت عنيا؟ هو كان موجود فين الصبحيه؟ كان موجود في اورشليم، ما كانش لسه دخل اورشليم، اورشليم هيدخلها بكره ايه بنعمه ربنا. كان موجود في بلد صغيره اسمها افرايم. بلد صغيره اسمها افرايم حوالي 20 كيلو نورث ايست، شمال شرق اورشليم. نقرا الكلام ده فين؟ يوحنا 11 الاصحاح 11 من انجيل يوحنا من آية 1 لآية 45 اللي قريناهم النهاردة الصبح في القداس، بيتكلموا عن معجزة إقامة لعازر. وفي آخر آية، آية 45، بيقول إن إيه؟ إن كتير من اليهود ابتدوا إيه؟ يأمنوا بالمسيح. لكن لو كملنا سنة صغيرة كده هون لآية 46 يقول إيه؟ وأما قوم منهم فمضوا إلى الفريسيين وقالوا لهم عما فعل يسوع. فجمع رؤساء الكهنة والفريسيون مجمعا وقالوا ماذا نصنع؟ فإن هذا الإنسان يعمل آيات كثيرة، إن تركناه هكذا يؤمن الجميع به، فيأتي الرومانيين ويأخذون موضعنا وأمتنا. فقال لهم واحد منهم وهو قيافة كان رئيسا للكهنة في تلك السنة، أنتم لستم تعرفون شيئا ولا تفكرون أنه خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها. نبوة على رسال على لسان قيافة رئيس الإيه؟ رئيس الكهنة. خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها. فمن ذلك اليوم، من يوم إقامة لعازر، تشاوروا ليقتلوه. فلم يكن يسوع أيضا يمشي بين اليهود علانية، بل مضى من هناك إلى الكورة القريبة من البرية إلى مدينة يقال لها إفرايم، ومكث هناك مع تلاميذه. المسيح بعد ما قوم لعازر لسه وقته اللي هو محدده علشان يسلم نفسه وعلشان يتصلب لسه ما جاش. فيروح إفرايم بلد بعيدة شوية ويفضل قاعد هناك لغاية وقت عشية الإيه؟ عشية حد الزعف. يجي بيت عنيا، مريم ومارثا عاملين له عشاء، ولعازر حاضر. لعازر حاضر، فنقرأ لو خدنا بالنا في الإنجيل يقول إيه؟ فعلم جمع كثير من اليهود أنه هناك. لعازر حاضر، والمسيح اتعرف انه كان بقاله شويه مش عارفين هو فين، دلوقتي عرفوا ان هو موجود فين؟ موجود في بيت عنيا. عرفوا لان ده الميعاد اللي ربنا محدده عشان تاني يوم هيبتدي يخش اورشليم وايه؟ ويحصل الموكب بتاع الزعف، واوصلنا مبارك الاتي باسم الرب. ويتقال كده في انجيل يوحنا الاصحاح 12 برضه في ايه 18، لهذا أيضا لقاه الجمع لأنهم سمعوا أنه كان قد صنع هذه الآية. موضوع إقامة العازر ده سمع جامد عند الإيه؟ عند اليهود، والناس جاية تشوف مين اللي إيه؟ مين اللي قوم العازر؟ مش كده وبس، جايين يشوفوا العازر نفسه. فرؤساء الكهنة قالوا إيه؟ نموتهم إيه؟ هما الاتنين، نموت المسيح ونموت لعازر. الكنيسة بتقرأ معجزة إقامة لعازر يوم السبت الصبح عشان تأكد لنا إن المسيح يقدر يقوم من الموت، إن مفيش سلطان للموت
على المسيح، لكن العكس. فيبتدي أسبوع الألام بقيامة وينتهي بقيامة. حلو إن الواحد قرا شوية براحة في يوحنا 11 ويوحنا 12، يوحنا 11 معجزة إقامة لعازر، يوحنا 12 بداية الإيه؟ العزومة والدخول لأورشليم من 12-12. الكنيسة بتعلمنا إن إحنا في أسبوع الألام نقرا الأربع أناجيل، نقرا كل الأربع أناجيل، نقرا كل الأربع أناجيل، 2-3-4-5 أو 3-4-5-سبت، كل واحد وعلى حسب إيه؟ على حسب ظروفه وعلى حسب تقليد مختلف ما بين مكان ومكان. ولكن على الأقل ياريت نقرا أحداث الإيه؟ أحداث الألام. فبدل ما أقرأ في إنجيل متى 28 إصحاح بحالهم، أقرأ آخر 8 إصحاحات، أقرأ آخر 8 إصحاحات هيجيبوا لي من أول حد الزعف لغاية القيامة. في إنجيل مرقس أقرأ آخر 6 إصحاحات، فبدل ما أوصل لـ 16 أقرأ 6 بس، من 11 لـ 16. إنجيل لوقا بدل ما أقرأ 24 إصحاح ممكن أقرأ بس 6، من 19 لـ 24. وإنجيل يوحنا أطول واحد فيهم بيتكلم على أسبوع الألام من إصحاح 12 أو من نص إصحاح 12 لغاية إصحاح 21، 10 إصحاحات. 8 و6 و6 و10 ممكن في أسبوع الألام الواحد يبقى عنده شوية وقت إنه يقرأ أكتر من إيه؟ يقرأ أكتر من كده. الكنيسة من ساعة الرسل كانت بتقول إن المؤمنين يقروا في أسبوع الألام الناموس والأنبياء والمزامير، تقريباً العهد القديم كله. ده التقسيم اليهودي بتاع العهد الإيه؟ بتاع العهد القديم. الناموس اللي هم أصفار موسى الخمسة، الأنبياء اللي هم الخمس أنبياء الكبار والاثناشر نبي الصغيرين، يبقى هي بس مجموعة الإيه؟ الأصفار الشعرية ومجموعة أصفار التاريخية اللي ما كانتش بتتقري، بس من الأصفار الشعرية كانوا بيقروا سفر المزامير. ولسه الكنيسة لغاية دلوقتي تقرأ سفر المزامير إمتى؟ يوم الجمعة الكبيرة بعد غولغوث. ومن العهد الجديد نقرأ الأربع أناجيل ونقرأ سفر الرؤية يوم سبت، يوم سبت أبو الأمسيس. أسبوع الألام أو أسبوع البصخة أو 6 أيام الفصح أو أسبوع الفصح، أسامي مختلفة لنفس الإيه؟ لنفس الأسبوع اللي من يوم، من أول سنة بعد صعود المسيح والتلاميذ بيقدسوا الإيه؟ الفترة دي. التلاميذ وإيه؟ والناس كلها يقدسوا الفترة دي، يبقى في فرصة غير إن الكنيسة تبقى مليانة بالأسود والألحان الطويلة والقرايات الكتيرة، في إيه؟ الشعب كل واحد بيحاول إيه؟ بيحاول يعمل الدور بتاعه الصغير. الكل بيصوم، وعلى حسب قوانين الرسل يقول إن هم يصوموا بمية وإيه؟ بخبز وملح. وهم 6 أيام الفصح، 2-3-4-5 جمعة سبت، فياخدوهم يومين يومين، بلاش يومين يومين، على الأقل الجمعة والسبت. أنا فاكر وإحنا شباب صغيرين كان موضوع الجمعة والسبت دون كان الواحد بيحاول يعمله، إن نحضر البصخة يوم الجمعة الكبيرة ونروح ما ناكلش، نريح شوية وننزل على أبو غلامسيس ونرجع ما ناكلش، ناكل إيه؟ ناكل فطاري في آخر الإيه؟ في آخر اليوم. كان الواحد قرأ كتاب صغير كده هو عن الأنبر ويس، ربنا ينيح نفسه، كان في أسبوع الألام يصوم انقطاعي لغاية بعد البصخة المسائية، يصوم انقطاعي لغاية بعد البصخة المسائية اللي هي بتخلص الساعة كام؟ 9 بالليل، ويأكل إيه؟ شوية عيش ودق. الأنبر ويس ده ما كانش عايش من 1,000,000 سنة، ده لسه إيه؟ ناس كتير مننا إيه؟ ناس كتير مننا شافوه. من كام يوم كنت بحكي مع الأبهات، مع حد من الأبهات اللي ترسموا قريب وقضى 40 يوم في الدير في تكساس، وعشان ظروف كورونا ومش عارف ايه ما كانش ينفع
يخلص الأربعين يوم ويبتدي أسبوع الألام، كان هيخلص الأربعين يوم ويقعد أسبوع الألام في بيتهم، فاتفق مع سيدنا أنه هو يقضي أسبوع الألام في الإيه؟ في الدير. طول الأربعين يوم هو ما بيأكلش غير إيه؟ غير حلاوة. ففي نص الأسبوع خلصت الإيه؟ خلصت الحلاوة. فراح لأبونا ربيتا يقول له أنا خلصت الحلاوة، عايز إيه؟ عايز علبة تانية. فأبونا قال له إيه؟ بتاكل حلاوة في أسبوع الألام؟ ناس كتير لغاية وقتنا ده، مش رهبان بس، في أسبوع الألام ما يأكلوش حاجة حلوة، ما فيش لا كيك ولا عسل ولا مربى ولا حلاوة. نسك شديد ما بنفكرش فيه إحنا بالستايل الكندي بتاعنا للأسف. الواحد عايز إيه؟ ياخد باله من الدايت بتاعه. لما تاخد بالك من الدايت بتاعك، نشكر ربنا الانترميتد فاستنج عامل شغل كويس، فنعمل انترميتنج فاستنج. بس يبقى هي وجبة واحدة، ولو مش لازم خبز وملح، يعني اللي فيكم يفتكر، كل واحد لو يفتكر شوية، أنا تيتا كانت تصوم بإيه؟ بعيش وملح. ومش أسبوع الألام بس، صيام العضلة. ويتهيالي فيكو ناس كتير الجيل الحلو القديم اللي احنا بنقول يعني هو الصيام بالفول والطعمية، ولا الصيام بالعيش والملح، ولا ايه؟ لا، زي ما قال حد من القديسين، موضوع الاكل دون زي واحد بيلبس عشان يستعد للمعركة. واحد بيلبس عشان يستعد للمعركة. المعركة مع مين؟ مع أجناد الشر الروحية. اللي يلبس لبس الحرب ويطلع يتمشى هيطقم اللي إيه؟ من اللي هو شايله. إيه القرف ده؟ إمتى الصيام يخلص؟ لكن اللي يخش الحرب من غير لبس الحرب إيه؟ يتغلب. المسيح يقول هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالإيه؟ بالصلاة والصوم. من أيام الرسل كانوا برضو يقولوا إن الكل في الأسبوع دون يبقى موجود في الإيه؟ موجود في الكنيسة على طول. الكل في الأسبوع ده يبقى موجود في الكنيسة. وأنا في دماغي حد الله يرحمه من صحابنا الأكبر مننا شوية، كان أسبوع الألام ده ياخدوا إيه؟ ياخدوا أجازة. البصخة الصباحية موجود فيها، تخلص البصخة الصباحية هو قاعد على جنب ماسك إنجيله ومعاه كام كتاب يقعد يقرأ إيه؟ يقعد يقرأ فيهم. يا رب أنت اللي تدينا إن إحنا نفتكر النماذج الحلوة اللي كان فيها إيه؟ عشرة حلوة بينها وبينك، ونحاول إن إحنا نستفيد بالأسبوع دون. ربنا يديني ويديكم. حتة تانية برضو، ما تمشيش على أيامنا قوي لأن ما فيش عبيد، لكن تمشي برضو. يقول كان السادة يمنحون عبيدهم عطلة طول أسبوع البصخ. السادة يمنحون عبيدهم عطلة طول أسبوع البصخ. مش أنت بس اللي تصلي، الناس اللي بتشتغل إيه؟ اللي بتشتغل معاك. الواحد يفتكر أول ما جه وشغال في محل بيتزا، وصاحب المحل عايز يحضر إيه؟ أسبوع الألام. فمين اللي شغاله في المحل طول الوقت بدل ما هو بار تايم؟ الجدع الجديد اللي لسه ايه؟ اللي لسه جاي عنده. اشعياء 58 يقول لنا عن الصوم المقبول، مش ان انا ايه؟ مش ان انا اشغل الايه؟ اشغل الناس وانا ايه؟ وانا اصوم. ربنا يدينا ان احنا ايه؟ نشد حيلنا شويه في بدايه اسبوع الالام، من اول اسبوع الالام نفرح بإيه؟ بالصيام. نرجع لإنجيل العشية، ناخد ثلاث نقط صغيرين خالص مع بعض. أول نقطة يقول إيه؟ لما يهوذا قال إيه؟ لماذا لم يباع هذا الطيب بثلاثة مائة دينار ويعطى للفقراء؟ المسيح قال له ما تضايقوش المرأة، إنها فعلت هذا ليوم تكفيني قد حفظته. ليوم تكفيني قد حفظته. دي حاجة بين ربنا وبين مريم، بين ربنا وبين مريم اللي قاعدة في صمت
تحت رجلين المسيح، والمسيح بيتكلم وهي ايه؟ وهي بتسمع. المسيح بيتكلم وهي بتسمع، المسيح قال لها ايه وهي سمعت ايه؟ دي علاقة خاصة بينها وبين ربنا. هل انا عندي خدمة الطيب دي، العلاقة الخاصة، الوقت الكواليتي تايم اللي بقدر اقعد فيه مع ربنا في المخدع واصلي واعرف انجيله، خدمة الطيب المخفية دي لازم ريحتها ايه؟ ريحتها تفوح ويشتمها الجميع. وربنا بيسمح ان ناس كتير من اللي عندهم الخدمة الخفية دي ربنا يعلن حاجة صغيرة عشان يشجع الناس اللي ايه؟ اللي زينا. يمكن من اكتر الامثلة اللي كلنا عارفينها الانبا بولا. الانبا بولا قعد في الصحراء 80-90 سنة لا يرى وجه إنسان، لكن ربنا سمح في آخر أيامه أن أنبا أنطونيوس يشوفه، علشان إحنا نعرف أن في ناس الأرض ما تستحقش رجليهم. أنا مالي ومال الناس دول؟ لا، أنا رب نفسي أبتدي أقدم لك شوية طيب صغير، شوية وقت صغير، كواليتي تايم أنا قاعد معاك. يا ما بنسمع عن إيه؟ عن ان الواحد يعمل ايه؟ كوايت تايم، كوايت تايم، كوايت تايم. في مليون جدول لكوايت تايم. طب ليه ما ابتديش؟ ليه ما يبقاش ليا قاعده حلوه مع ربنا؟ اذا ما كانش انا ديلي بيزز، انا ويكلي بيزز. ربنا يديني ويديكم ان احنا يبقى لينا خدمه الطيب، خدمه الصلاه الهاديه اللي براحه بيني وبين ربنا. امتلأ البيت من رائحه الطيب، الكنيسة اتملت من رائحة الطيب. سيرة الأنبا بولا موجودة دلوقتي بعد ما ايه؟ بعد ما تنيح بسنين وسنين. نفس الحكاية مع مريم. التلاميذ هربوا قبل الايه؟ قبل الصليب. يوحنا كمل لغاية الايه؟ لغاية تحت الصليب. مين تاني كان موجود تحت الصليب؟ مريم. مريم أخت العازر كانت موجودة تحت الايه؟ تحت الصليب، وكملت شوية كمان بقى لغاية يوم الايه؟ يوم القيامة. رايحة الصبح بدري وبتدور على ايه؟ على حد يرحل على الحجر عشان رايحة ومعاها حنوط. خدمة الطيب في الخفة بين الواحد وبين ربنا بتكمل، مش هنا وبس، بتكمل لغاية الأبدية، تكمل لغاية الحياة الأخرى، فيها رجاء لما بعد الموت. يطلع صوت كده هون، لماذا هذا الايه؟ الاتلاف. لماذا لم يبع هذا الطيب ب300 دينار ويعطى للفقراء؟ ماليش دعوة الدافع بتاع يهوذا ايه، لكن الفكرة نفسها، الفكرة نفسها. هل الصلاة اهم ولا الخدمة اهم؟ وكلنا لما تعلمنا خدمة قالك ما ينفعش تسيب صلاتك علشان تخدم، ما ينفعش أسيب صلاتي علشان أخدم. زي ما الصلاة مهمة الخدمة مهمة، بس الأهم الصلاة. الفقراء موجودين معاكم كل وقت، ولكن ربنا مش موجود غير في وقت معين، هو ده الوقت اللي احنا ايه؟ ان احنا نبقى موجودين فيه معاه. الخدمة هايلة، المباني هايلة، ان الواحد يطلع برحلات ويعمل كوير ويعمل 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 هايل، دي كلها زي خدمة مارثا، اللي بمارثا مدحت مريم. ما ينفعش كلنا نبقى في الخدمة الظاهرة، لكن لازم يبقى فينا ناس كتير بيصلوا عشان الخدمة اللي ظاهرة ايه؟ اللي ظاهرة تنجح. وياما نسمع عن جروبس يبقى رايحين في حتة ميشن او حاجة، نص التيم واقف بيصلي والنص التاني طالع بره بايه؟ بيشتغل في الخدمة. ازاي ان الواحد يعمل التوازن اللي بين الاتنين دولا؟ ربنا يديني ويديكم في الكام يوم اللي فاضلين دولا فرصة لخدمة الطيب الهادية، الصلاة
اللي بيني وبين ربنا اللي تبقى حتى الايه، حتى بعد الموت، اللي امتلأ البيت من رائحة الطيب، يديني البالانس ما بين الصلاة وما بين الخدمة، فرصة ان احنا في الاسبوع دون اللي يعرف ياخد اجازة ياخد اجازة. احنا بنقول البالانس ما بين الصلاة وما بين الخدمة، لكن الشغل ربنا يديني ويديكم الواحد يحاول على قد ما يقدر ايه يجنب الشغل شوية الاسبوع ده. فرق كبير بين ان انا موجود في الكنيسة يوم حد الزعف وبعدين اعدي ساعة كده بسرعة يوم خميس العهد اتناول، ويوم الجمعة اعدي بعد العيد سوري بعد الايه بعد الشغل احضر الزفة اللي في اخر الجمعة الكبيرة. طب انا سوري حسيت بايه وازاي الاسبوع يتسرق مني بالطريقة دي. ربنا يديني ويديكم ان الواحد على الاقل يبقى موجود في بصخة كل يوم، في بصخة من 6 الصبح، من 6 ل 7 قبل الشغل، اللي مش قادر من 6 ل 7 السنة دي بنعمة ربنا عاملين بصخة من 9:30 ل 10:30 بالليل. خلص شغلك وتعالى، ما ينفعش اليوم يعدي من غير ما انا ايه اجي وامشي ورا المسيح شوية، اقعد معاه قعدة صغيرة في خدمة هادية في الصلاة، اقول له يا رب انت اللي تسمعني صوتك وافرح يا رب بالعلاقه الخفيه الحلوه اللي بيني وبينك. كل سنه وانتم طيبين، ولهنا المجد دائما ابديا امين.